الأستاذ قبلي محمد صاحب القبل الكبير. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فأحييكم جميعا تحية من القلب. هذه القامات الجميلة التي ما اجتمعت هنا إلا لمحبتها الصادقة للأستاذة الفاضلة المحترمة المرموقة الغالية العزيزة، وكل الألقاب لا تكفي، أختنا الدكتورة فاتن عطف. محدثكم أدري محمد، كبير معلمين التربية والتعليم سابقا، وحاليا في فترة ما بعد انتهاء فترة العمل الحكومي منذ حوالي 8 أشهر تقريبا. كنت أدرس في فترة خدمتي مادة الجغرافيا، وكنت أدرس لطلابي جغرافيا العالم، وتحدثت كثيرا لآلاف الطلاب عن الكرة الأرضية والعالم وما تحتويه هذه الكرة وما فيها ومن عليها، بشر وحجر. لكن النفس عالم آخر، تلك النفس البشرية عالم آخر ليس كعالمنا الجغرافي. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. ذلك أن النفس كيان كبير، كيان عظيم، فيها من روح الله سبحانه وتعالى. فنحن كبشر جسد وروح، أو جسد ونفس. الجسد مآله إلى التراب، أما الروح فنهايتها إلى بارئها سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ارتفع الجسد فوق الروح فإنه إلى التراب يدفن، وإذا ارتفعت الروح على الجسد فإنها إلى السماء ترفع. وتلك النفس البشرية العظيمة التي هي من ذات الله سبحانه وتعالى، عظمها الله سبحانه وتعالى ودعانا إلى أن نتفكر في أنفسنا، لأنها إذا ما غصنا فيها فلن نصل إلى قرارها، لأنه لا يعلم قرارها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أستاذتنا الدكتورة فاتن مشكورة غاصت بنا وما زالت وستظل في مكنون النفس التي تحتوي على العديد من الأحاسيس والمشاعر، التي مهما تحدثنا ومهما تحدث المختصون في أمر هذه النفس فلن يصلوا إلى قطرة من بحر علم الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. لن أطيل على حضراتكم، فإن النفس تجول بخواطر كثيرة ومشاعر نبيلة، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على دعوتي
وتشرفي بالجلوس إلى جانب هذه الإنسانة العظيمة وهذا الإنسان القدير الأستاذ محمد شاعرنا العظيم الذي أطين له كل حب واحترام كما أنتم كذلك أحبائي الحضور. ويسعدني ويشرفني أستاذ الدكتور فاتن أن أبارك لك على هذا الكتاب الذي هو الخطوة الأولى في طريق طويل. أرجو أن يسعد الناس جميعا بكتاباتك القادمة ونهنئ أنفسنا. وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وألف ألف مبارك لحضرتك. أشكركم.